السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم امتحان اللي هو اختبار الموحد المحلي على صعيد المؤسسة السنة السادسة من التعليم الابتدائي، واللي كيخص مادة النشاط العلمي، وهذا غادي يكون نموذج رقم 2، لأنه درت معكم نموذج رقم 1 في القناة. اللي باقي ما شافوش يدخل لا ديسكريبسيون، غادي يلقى اللين ديالو، يدخل ويتفرج الفيديو ان شاء الله غادي يفيدوه داك التمارين اللي كاينين في الاختبار الموحد المحلي نموذج رقم 1. اذا من طبيعة الحال هذه دورة فبراير 2022 بخصوص امتحان الموحد المحلي ديال السنة السادسة من التعليم الابتدائي. التلاميذ والتلميذات اللي كيقراو في السادس عندهم امتحان محلي، وهذا ديال النشاط العلمي. مرحبا بكم. عندي هنا 4 ديال الأنشطة. من طبيعة الحال أنا ميزت في الامتحانات داك المجالات، يعني مجال العلوم الفيزيائية ومجال العلوم الحياة والأرض، يعني خليت الأنشطة هكاك. نشاط رقم 1، 2، 3، و4. إذا نبداو بالنشاط رقم 1. عندي لاكتيفيتي اون فرونسي، عليها نقطة ونصف. كيسيون سيت تخوا فاكتور كي نويز او سيستيم نيرفو، يعني غادي نذكروا هنايا 3 ديال العوامل ولا 3 ديال المؤثرات اللي كتأثر سلبيا على الجهاز العصبي ولا كتدمر الجهاز العصبي. 3 ديال المؤثرات مزيان، ولا 3 ديال العوامل نذكروا. مثلا ممكن نديروا التدخين، فيمي، ياك. ممكن نذكروا عاوتاني كذلك، نزيدوا لوتيليزاسيون يعني الاستعمال، لوتيليزاسيون اكزاجيري، الاستعمال المفرط ديال اش، الاستعمال المفرط ديال لي زيكرون، ديال الشاشات، دي زيكرون الكترونيك، صافي، الشاشات الالكترونيه، صافي، ديال الشاشات الالكترونيه. الاستعمال المفرط ديال الشاشات الالكترونيه من طبيعه الحال غيأثر لي على عيني، ياك، ومن طبيعه الحال من بعد غيأثر لي على الجهاز العصبي عبر داك يعني قلة التركيز، غادي يكون كذلك السهو، غادي يكون كذلك الإحساس بالدوران إلى غير ذلك. إذا هو يؤثر سلبا على لو سيستيم نيرفو، على الجهاز العصبي. هنا عاوتاني ليتيليزاسيون عاوتاني اكزاجيري، ليتيليزاسيون اكزاجيري يعني استعمال مفرط ديالاش، دي زيكوتور. شنو هما لي زيكوتور؟ هما لي زيات، صافي، هما لي زيات، يعني كتستعملهم بكثره، اولا كيستعملوا لي كاسك باش تسمع الموسيقى ولا باش تسمع شي حاجه. الا استعملتيهم بزاف من طبيعه الحال غادي ياثروا لك على ودنك، وديك التاثير على الاذن غادي يبقى ينقص لك السمع، وكذلك ديك الذبذبات الصوتيه كياثروا كذلك على الجهاز العصبي، عبر مثلا كتولي كتحس بالدوخه، كذلك كتولي مثلا التركيز كينقص لك، الاحساس بالم او صداع في الراس الى غير ذلك. اذا هذا 3 ديال لي فاكتور اساسيين، وكاينين دوطخ فاكتور كينويز لو سيستيم نيرفو اللي كياثروا او كيدمروا للجهاز العصبي للانسان. ندوزو الان لنشاط رقم 2 اللي عليه 2 ديال النقط. حدد نوع التغير في كل حاله بكتابه تغير كيميائي او فيزيائي او تغير فيزيائي. اذا عندي 3 او 4 ديال الحالات، في كل حالة غادي نكتب نوع التغير. بطبيعة الحال هنايا خصنا نعرفوا الفرق ما بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي. التغير الكيميائي هو تغير غير انعكاسي، وانا غنشرح لكم شنو هي غير انعكاسي، وهنا تغير فيزيائي هو تغير انعكاسي. اذا بما انه تغير غير انعكاسي، يعني تغير لا يعود الى حالته الاصلي، يعني الا كانت الى تغيرت الحالة من حالة إلى حالة كتبقى على ذاك الحالة، ما يمكنلهاش ترجع للحالة الأصلية، صافي، هذا هو التغير الكيميائي، التغير غير الانعكاسي، صافي. مثلا واحد التفاحة ولات متعفنة، واش يمكن لها ترجع كما كانت؟ من طبيعة الحال لا. إذا هو تغير كيميائي. بالنسبة للتغير الفيزيائي العكس، يعني تغير انعكاسي يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية. مثلا تجمد الماء، الماء تجمد، مثلا تجمد الحليب، الحليب كان سائل ولا في الحاله الصلبه. باش نستهلكوه بطبيعه الحال خصنا نرجعوه الى الحاله السائله، يعني هو تحول فيزيائي انعكاسي. مزيان، راه ندوزو للتحولات اللي عندنا هنايا. انكسار الزجاج، الزجاج الى تكسر واش يمكن له يرجع للحاله الاصليه؟ نعم يمكنه العوده الى الحاله الاصليه، اذا هو تغير فيزيائي،
صافي. اذا انكسار الزجاج تغير فيزيائي ماشي كيميائي. تسوس الاسنان هو تغير كيميائي. لماذا؟ لانه لا يمكن لتلك الاسنان ان تعود كما كانت، صافي. تجمد الماء، تجمد الماء، الماء كيكون في الحاله السائله كيولي في الحاله الصلبه، وبالتالي يمكنه ان يعود الى حالته السائله عن طريق التسخين. اذا تجمد الحليب هو تغير فيزيائي. هنايا احتراق الخشب، احتراق الخشب، داك الخشب غادي يولي لنا على شكل رماد، واش يمكن له يرجع على شكل خشب؟ طبيعة الحال لا. اذا تغير كيميائي لا يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه. اذا تسوس الاسنان وتجمد، او لا عفوا، تسوس الاسنان واحتراق الخشب تغير كيميائي غير انعكاسي، ياك. وبالنسبه للفيزيائي يعني انكسار الزجاج وتجمد الماء وتغير انعكاسي، صافي، يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه. ندوز الان السؤال الموالي اللي هو السؤال ثلاثة، صافي، او النشاط رقم ثلاثة. النشاط رقم ثلاثة عندنا عليها جوج نقط. اتمم بكتابة اسماء مكونات الجهاز العصبي عند الانسان. وهنا كنتكلموا فقط على مكون من مكونات الجهاز العصبي، لان الجهاز العصبي كيتكون من ثلاثة ديال المكونات الاساسية، وهي الدماغ، زيدوا عليها النخاع الشوكي، ثم الاعصاب. الدماغ كاين على مستوى الجمجمة، بالنسبة للنخاع الشوكي على مستوى العمود الفقري، وبالنسبة للأعصاب كاينة في جميع أنحاء الجسم. إذا هنا هذا المكون اللي كنتكلموا عليه ديال الجهاز العصبي، فقط هنا كنتكلموا على الدماغ. إذا هنا الدماغ، إذا الدماغ بدوره يتكون من ثلاث مكونات، المخ، ياك، والمخايخ، المخايخ، والبصلة، البصلة السيسائية، السيسائية، صافي. اذا هذه ثلاثه ديال المكونات اللي كتكون الدماغ، اللي هو بدوره مكون من مكونات الجهاز العصبي. نذكر مكون اخر، عندنا النخاع الشوكي، ياك، وعندنا كذلك الاعصاب. هذه كتذكير، هذا ما مطلوبش في التمرين، ولكن كتذكير. الاعصاب كاينه في جميع انحاء الجسم، بالنسبه للنخاع الشوكي كاين في العمود الفقري، بالنسبه للدماغ كاين في الجمجمه، صافي، الجمجمه. فهمنا هذا كتذكير وكاضافه، مفهوم. اما هو المطلوب فقط انك تملا الفراغات. ندوزو للنشاط رقم ثلاثة او النشاط رقم أربعة والاخير. اجب بصحيح او خطا. اذا هنا العباره الا كانت صحيحه غادي نكتب صحيح، اذا كانت العباره خاطئه ساكتب خطا. العباره الاولى، الحساسيه الشعوريه هي الشعور باحساسات متعدده ومختلفه. اذا الحساسيه الشعوريه هي الاحساس بواحد الاحساسات او الشعور بواحد الحوايج اللي هي متعدده ومختلفه. اذا هذه عباره صحيحه. اذا صحيح. خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده من حيث تركيبها. اذا بالنسبه للتحول الفيزيائي، واش كتغير الماده من حيث التركيب؟ بطبيعه الحال لا. خلال التحول الفيزيائي لا تتغير المادة من حيث تركيبها. إذن هذه العبارة خاطئة، إذن خطأ. عبارة المويه، الأكسجين ضروري لحدوث الاحتراق. نعم، الهواء أو الأكسجين ضروري لحدوث الاحتراق، لأنه في عدم وجود الأكسجين لا وجود للاحتراق. إذن خطأ، عفوا، إذن نعم صحيح، هذه عبارة صحيحة. يتكون الدماغ من مخ ومخايخ وبصلة سيسائية. نعم صحيح، هذه شفناها في السؤال اللي قبلها، هو المخ، المخايخ والبصلة السيسائية هي مكونات الدماغ. المخ لا يتدخل في التحركية الإرادية. هذه عبارة خاطئة، خطأ، لأنه المخ يتدخل بالضرورة في التحركية الإرادية. لأنه أنا مثلا باش نكتب ستيلو عندي هنايا، بغيت نهزو وغنكتب، إذا هذه تحركية إرادية، بإرادتي أنا هزيت هذا الستيلو، يعني تحركية إرادية وتمت عن طريق المخ. إذا المخ هو اللي رسل الرسالة عبر العصب الحركي الى اليد، فاليد هز داك السيلو وبدا يكتب. اذا هذه العباره صحيحه. العباره المواليه والاخيره، تتحكم الباحه الحركيه اليمنى في حركات النصف الايسر للجسم. وهذه عباره صحيحه، نعم. لماذا؟ لانه عندنا في الدماغ ديالنا جوج ديال الباحات حركيه كتحكم في الحركه ديال الجسم، يعني الحركه ديال النصفين ديال الجسم، بالنسبه لليد والرجل اليمنى، وبالنسبة لليد والرجل اليسرى. عندنا الحركات شنو اللي كيتحكم فيهم؟ هي داك الباحات الحركية اليمنى واليسرى،
عندنا في الدماغ ديالنا باحه حركيه يمنى وباحه حركيه يسرى. الباحه الحركيه اليمنى كتحكم في النصف الايسر، والباحه الحركيه اليسرى كتحكم في النصف الايمن. صافي، اذا هنايا تتحكم الباحه الحركيه اليمنى في حركه النصف الايسر، بالنسبه لليسرى كتحكم في حركه النصف الايمن. صافي، اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الاختبار الموحد المحلي على صعيد المؤسسه للسنه السادسه من التعليم الابتدائي ماده النشاط العلمي دوره فبراير 2022. حظا موفقا للجميع، كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.